فخامة رئيس الجمهورية، أصحاب المعالي الوزراء، السيد والي الحوض الغربي، السيد رئيس جهة الحوض الغربي، السيدة والسادة رؤساء المجالس الجهوية، السيدات والسادة النواب، السادة العمد، السيدات والسادة المنتخبون، أيها الحضور الكريم، من أرض عاصمة الحوض الغربي مدينة العيون الجميلة، حيث يشكل عناق الجبال للكثبان والمرتفعات للهضاب وهمس النخيل للبطحاء إحدى تجليات إبداع الطبيعة، يشرفني ويسعدني باسم رابطة الجهات الموريتانية أن أرحب بكم أحر ترحيب في هذا الحفل البهيج بمناسبة التدشين أثناء 10 مقرا جديدا لجهات موريتانيا من خلال تسليم مقر جهة الحوض الغربي نموذجا، وهي مناسبة كذلك لنشكركم فخامة رئيس الجمهورية على هذا الإنجاز القيم والمحوري لأداء مهامنا. صاحب الفخامة، أيها السادة والسيدات، إن حضوركم اليوم صاحب الفخامة وإشرافكم شخصيا على هذا الحفل لخير دليل على الأهمية التي تولونها للجهات، يعتبر إنشاؤها والعناية بها خطوة إلى الأمام في سبيل تعزيز وتوطيد اللامركزية، كما تعكس بجلاء رؤيتكم المتبصرة بأن رهان التنمية لا يمكن كسبه إلا عبر التشاور والتعاون مع التجمعات المحلية بوصفها شريكا استراتيجيا في وضع وتصور وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الحكومية المجسدة لبرنامجكم الانتخابي الطموح والمتكامل تعهداتي. كما أن إنشاءكم وترأسكم صاحب الفخامة للمجلس الوطني لللامركزية والتنمية المحلية كأداة تنفيذ للاستراتيجية الوطنية لللامركزية والتنمية المحلية يعكس هو الآخر إيمانكم الصادق باللامركزية واعتبارها مكسبا وطنيا وخيارا استراتيجيا لا رجعة فيه لتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي. صاحب الفخامة، أيها السادة والسيدات، وعيا منا بأن اللامركزية هي بوابة التنمية، وبأن التسيير المحلي هو أنجع وسيلة لخدمة المواطنين وتعزيز ولوجهم للخدمات ذات الجودة، فقد عملنا على مستوى جهاتنا على تكريس وترسيخ هذا المفهوم مستعينين بتجاربنا الثرية والمختلفة في المجال، ومستثمرين شبكة العلاقات التي نسجناها على المستوى الإقليمي والقاري والدولي. صاحب الفخامة، تأسيساً على إرادتكم القوية وإيمانكم الراسخ باللامركزية والتنمية المحلية، وانطلاقاً مما تحقق من مكاسب وإنجازات كبيرة في فترة قياسية رغم محدودية الوسائل وفي ظل الأزمات الدولية الحادة، فإننا نعول عليكم لتعزيز ما تحقق والدفع بالتنمية المحلية من خلال العمل على تسريع وتيرة تحويل الصلاحيات والموارد، تجهيز جميع المقرات بالوسائل الضرورية لمزاولة العمل، اكتتاب طواقم ذات كفاءات لصالح جميع الجهات. فخامة رئيس الجمهورية، أيها السادة والسيدات، إننا كرؤساء جهات منتخبين جميعنا عن حزب الإنصاف لنجدد لكم فخامة رئيس الجمهورية استعدادنا الدائم لمواكبة جهودكم التنموية ودعمنا المطلق لبرنامجكم الطموح وتذميننا للإنجازات التي تحققت خلال مسيرتكم المظفرة وعزمنا على مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.